عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس كنا نبارك لبعض بقدوم رمضان، واليوم انتصف رمضان. الله عز وجل يقول في القرآن، أياما معدودة، أيام وترحل، أيام رمضان، أيام العبادة دائما تيجي سريعا. أحسنت في الأيام اللي راحت، صليت مع الناس، صليت التراويح، فطرت صائم، أدخلت السرور على فقير. شفتوا هذه الأعمال اللي سويتوها أول، بإذن الله، بإذن الله عز وجل إنها سوف تكتب في صحائف أعمالكم. راح التعب، ولكن بإذن الله عز وجل بقي الأجر. إذا أحسنت في الأيام اللي راحت زيد هذا الإحسان، لأنه ربما يرضى الله عنك فيحرم الله عن جسدك النار. وإذا وجدت نفسك قصرت في الأيام اللي راحت، أقول لا تحزن، وهذه من علامات الإيمان. المؤمن إذا قصر يشعر إن ذنبه زي الجبل على رأسه، بعكس وبالعكس افعل الحسنات مهما أذنب، مهما كنت عاصي. الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما كان منك التقصير في رمضان هذا لا تقنط، فالله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اجتهد في الأيام الجاية واسأل الله عز وجل. والله العظيم ما فينا أحد في هذه الدنيا إلا في نفسه هموم وغموم لا يعلم بها إلا الله عز وجل. والله ربما تنطرح بين يدي الله عز وجل وتعلم ذنبك وتقول يا رب الذنب الفلاني أرقني، يا رب اغفر لي ذلك الذنب فإني مقبل إليك. والله ربما ما تقوم من ذلك المكان إلا بدل الله حالك من حال إلى حال. أعلم أنه كلكم تحبون الله، ما فيكم أحد إلا يحب الله ويحب أن الله يرضى عنه. فلذلك افعل أي شيء يحب الله، أي شيء يحب الله عز وجل افعله عشان يحبك الله. بادر في الصفوف الأول في الصلاة، اطعم المسكين، ساهم بأي عمل خير. الله الله يا أحباب استغلال رمضان، كم من واحد أنا أعرفه وأنتم تعرفوا كانوا معانا العام، السنة هذه في قبورهم، ما أدركوا رمضان. اللي عمره 19 واللي عمره 20 واللي عمره 30 رحلوا عن هذه الدنيا وأصبحوا الآن في قبورهم. أسأل الله مع هذا، الله عز وجل مع هذا المبارك من كان له قريب أو حبيب فارق هذه الدنيا، أسأل الله عز وجل أن يجعلهم منعمين في قبورهم. ما أقصر هذه الدنيا، بالأمس كانوا يسامرون ويجلسون معنا واليوم هم في قبورهم. أسأل الله أن يتجاوز عنهم. جزاكم الله خير جميعا.